وليش حتى ما يصدق؟ عم بيكذب انا؟ كم مره اشتكى من هالزلمه وانا عم تهدده بابوها؟ يخرب بيتها، يخرب بيتها بعمرها، من يوم ما استلمت الوزاره ولا سمعت حملها. انا شو طالع بايدي؟ شو طالع بايدي؟ اذا كانت كل الوقت عم تهدد بنتي جوزها فيني. انت عم تزيدها، مو لهالدرجه. لك شو مو لهالدرجه؟ في وحده بتهدد جوزها بابوها. لك عايشه معه بيت لما بمعركه، لك الزلمه كل الوقت كان يجي لعندي، واللي حاسس حالي عايش بنظاره، مو ببيت. حاج بقى، هو كذاب. لا ماله كذاب، كان عم يحكي وجعه وشرفي. هي اول ما طلعت من الوزاره اتجرأ وطلقها. بنتي بتسوى رأسه، هو الخسران. لا ماله خسران، اذا خسر شيء فخسر لسانه الطويل. يا سيدي هو الخسران، وبكره بنشوف، والله لا يرجع زحف على رجليه. برافو عليكي يا ام شاهين، برافو عليكي. قد ما فيكي كبري براسها. ولبين ما يرجع زحف على اجريه عليها لبنتك وعدي. لك ما بكفي صبر عليها لانه ما جابت له ولد. حتى بهيدا تعيرني؟ لك انا ما عم اعيرك. بس اللي عندها رجال مثل حكايتها صابر عليها، مو بتركب على ظهره وتندد رجليها. لك حاج تعيط، حاج فضايح، سمعوا الجيران. لك يسمعوا الجيران. بالصحن بالصحن. اشتهيتها. ايه صحتين. عقلبك. كمل لي ابو لؤي. هذا اللي صار. بس والله مو مبين عليه. معقول وسيم يعمل هيك؟ والله ما بعرف. وصار له زمان بيشتغل عندك؟ صار له اكثر من 10 سنين، بس اول مره بحياته بيسوي هيك شغله معي. مشان هيك يا ابو لؤي لا تتسرع بالحكم عليه. خبره وشوفه وفهم منه ليش عمل هيك. مزبوط، يمكن في شيء ثاني. شو هو الشيء الثاني؟ انه واحد عم يسرق معلمه. يا ابو لؤي، من كان منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر. انت لازم تعرف ليش هو غلط وتنشله من الغلط. ميري انا مثلك، انا ماني زعلان منه، انا زعلان عليه، وزعلان اكثر على مرته واولاده. هلا مثل ما قلت انت، هي اول غلطه له، وجل من لا يخطئ. لك والله العظيم لا تحلف، انا اكثر وحده بعرف شو معدنك يا ابو لؤي، والناس كلها بتحلف براسك، وانا بعرف انك بتحبه مثل ابنك لؤي، بس يعني انا بدي اياك تشوفه وتشوف هو ليش غلط. ايه الله يرضى عليك يا ابو لؤي. ايه بابا حرام، مشمرته واولاده. ماشي بابا، بكره رح شوف شو الله بيسر. مشان خاطري ابو لؤي، قوم احكي معهم هلا، خبره وخلي يجي بكره لعندك. ولا اقول لك انا رح احكي. لا خلصنا، اعمل لك ميري، بكره انا بنهي الموضوع. لا هلا بدي احكي. قطايف معناتها عم تستنوني. خير يا جماعه؟ شو في؟ الو. مرحبا بسمة. خلص لا تخجلي، بكره خلي وسيم ينزل على المحل يكب البوظة القديمة ويعمل بوظة جديدة، وأبو لؤي بشوفه بعد الظهر. لا تحلفي، خلص. إيه مثل ما عم قلك، خليه يروح هو على المحل. أنتي بتعرفي غلاوتك عندي، أنتي بنتنا مثل مواسيم ابننا. إيه خلص ما في داعي تحكي شي ولا تخجلي. طيب يلا، الله معك، مع السلامة. ميري ما استعجلتي؟ لا ما استعجلت، عملت اللي مقتنعة أنا فيه. إيه بابا حرام، لأنه أول مرة بيعملها. إيه يا أبو لؤي، أنت كبير والله يرحم أمك وأبوك يا رب. طيب يا جماعة فيني أفهم شو صاير؟ بابا عم نستناك مش هتاكل قطايف. قوم قوم يلا باشا. إيه يلا تفضل. يلا تفضل. بكرة بدي إياك بكير. يلا رح صف السيارة وجاي. لوين بدك ترجع؟ شو لعندك؟ لوين يعني بدك ترجع؟ لا تعبانة وهلكانة ومعي حسناني، اتحرك. ايه والله معك حق، عم تتعبي كتير. شو قصدك؟ مو شايفني قدام عينك كيف عم روح وعم بجي من محل لمحل ومن قرنة لقرنة وما عم برتاح؟ هذا كله مو تعب؟ الله يعطيك العافية. بكره بدي اياك 6 الصبح نطلع على بيروت، ماشي؟ اها 6 الصبح. ايه بدي اطلع بكير، بدي اقضي بيروت ساعتين وبدي ارجع لهون دغري، عندي شغل بالمحل تبعي. ايه خير مثل ما بدك. بدك شي يا ست الكل؟ شي مثل شو؟
ماشي، قصدي أي أوامر تانية. مو هلا، بعدين. إذا بدك أنا بجيب لك روايات عالمية، قصدي بعيرك ياهم. لا شكرا، يعني وقت بدي رح أرجع أشتري. شكرا. وين راح هذا المجنون؟ لك عم لك وين راح هذا المجنون؟ شبخ طرشوت حسان؟ عم اقول لك وين راح هذا المجنون؟ اي مجنون؟ لك منير، شو كم مجنون في بالبيت يعني؟ ما بعرف، هلا من شوي فتح الباب وطلع، ما بعرف وين راح. لك وين عم يروح ينام؟ وانا شو بيعرفني وين عم يروح؟ شو شايفني انا اللي خلفته؟ طيب انت مالك ملاحظ انه كل كم يوم بيهرب وبينام برات البيت؟ وين بده يروح يعني؟ بكون عم ينام عند حدا من رفقاته. لا ما بظن القصه هيك، الموضوع غير هيك ابدا. شو الموضوع بقى؟ أنا لسه ما شفتك لحتى أقول لك. عن شو؟ لك عن منير. شبه؟ هذا يا سيدي اليوم فت لعنده على الغرفة. مساء الخيرات. أهلين أم محمود. مرحبا بابا. أهلين بسمورة الحلوة. أهلين. شو طمني، جبتوا البدلة؟ هلا قبل البدلة، شو أخبار العرس؟ ما بو شي. بتسلم عليك مرت أخوك. الله يسلمها. وكيفه أخي؟ منيح، بس شكلها ما متفاهمة هي وياه. ليش حكت لك شي؟ إجت بدها تحكي لي بس أنا ما خليتها، دغري غيرت السيرة. شو بدي بالقيل والقال؟ اي والله معك حق. وخصوصي هي، بتعرف ما بتنبل بتم مفولة، دغري بتاخد الحكي سقط لقط لعند أخوك. ايه الله يصلحه هذا أخي. لك ما بعرف ليش مو طالع لنا. يعني مو الحق عليك أنت وأبو قصي ضليتوا تدللوه لحتى طلع هيك؟ هي أمي الله يرحمها كان هو وصيتها الوحيدة لنا. بابا وانتو عملتوا واجبكم تجاهه ما قصرتوا. بابا نحن عملنا واجبنا والباقي عليه. قومي ماما غيري ثيابك وساوي عشاء لأبوكي، تأخرنا عليه اليوم. أحلى عشاء لأحلى بابا بالعالم. قلي شو صار بالبدلة؟ بدلة؟ والله يا أم محمود الأسعار نار، والحقيقة أنا ما كنت عامل حسابي على هالأسعار. ليش؟ شو صاير بالأسعار؟ كمان اللبس غليان؟ شو غليان؟ الأسعار نار. تصوري بدلي بقياس ابنك سعرها 18,000 ليرة. معقول؟ ايه معقول. اسألي ابنك. وينه؟ جوا. ما بعرف مع مين عم يحكي بالتليفون. ايه وبعدين؟ ولا قبلي لنشوف شلون الله بده ييسرها معنا. يلا بسيطة يا رجال، الله بيدبرها. انت لا تاكل هم، خلص هلا اتعشى وروح اتسطح بتختك والصباح رباح. تكلنا على الله. ابو محمود خير؟ في بيتمك حكي. أبو محمود اليوم حكت معي
مرت وسيم. قال ابو لؤي مقلع وسيم من الشغل. شو هالحكي؟ ايه هيك قالت لي، بس انا ما حبيت اسالها ليش قلعه. مشان هيك كان ابو لؤي مو رايق اليوم لما مرقت لعنده انا ومحمود على المحل. قال لي بكره بحكي لك. ايه المرة اليوم عمت عيونها من البكي اختي، وبتعرف هذا وسيم انت اللي بزمانك مشغله عند ابو لؤي. اختي هالمرة الله يوفقك يا ابو محمود، عملت شي بلكي بيرجع لجوزها على الشغل. المرة عندهم اولاد صغار، قالت لي والله مالي عرفانه شلون بدنا نعيش. لا الرجال عم يلاقي. يا ودي يا تقيل يا مجنني. اعوذ بالله، ما هذا؟ بيرة كتير طيبة، اطيب بيرة. اعوذ بالله، انا اشرب الجعة. شو هي تقبرني؟ نعم انها جعة، جعة جعة. هلا هيك اسم البيرة بالنحو؟ اخوان انا لا افعل ما حرم الله، لا اريد ان اشرب الجعة. ايوه هلا اللي بيني وبينك حلال لما حرام، مو مثله مثل الجعة. ولا انت من جماعة كل شي لحال؟ اللي بيني وبينك؟ اي اللي بيناتنا حرام اكتر لما الجعة حرام اكتر. قلت لنفسي اننا قد نحول. شو بدنا نحول؟ يعني قد نحول الحرام الى حلال. نعم يعني شو المانع انه يصير بالحلال؟ بدك تتجوزني؟ مين اجا؟ هلو. شو جابك هلا؟ ما بتعرف قديش الساعة؟ لا تفكيني، هلا المعلم بعثني. هلا يا فكر، قديش هلا؟ شو بيعرفني؟ يلا روح يلا. صحيح. قال لي المعلم اسألك مشي الحال. يلا يلا يلا. يلا يلا كروزنا. مين هاد؟ صبي واحد تاجر بعت لي رابطه، قلت لي نتجوز؟ نعم ليش لا؟ بس شو؟ يعني ما في عوائق؟ لا أنا عوائق، خلص أنا اتطلقت وعم يستنى الورقة تجي لعندي. طلقتي؟ ايه. ليش؟ شانك، لاني بحبك. انا ما كنت بعرف اني. ما بتعرف اني بحبك. طمّن، انت ما بتعرف قديش بحبك وبموت فيك. وانا هيك. اوه ما هذا؟ هدول شوية فراطة. فراطة؟ ايه فراطة. وإذا أنا وافقت أتجوزها لخليك تمشي على قدهم مليون مرة. بدي كم شهر استناني؟ الجعة. أهلا. أهلا. اليوم خمر وغدا أمر. بقى شو رأيك هاي القصة كلياتها؟ شو شايف رجعت شرد مرة تانية حسام؟ لا لا بس هيك عم فكر بشغلة. شو هي الشغلة؟ ما في شي ضروري ولا يهمك، حاسس حالي هيك تعبت وناسد رح فوت نام. طيب مثل ما بدك، انا رح فوت نام. صباح الخير. تمام.
معقول ما فيها تطلع وتفوت من البيت؟ طيب شلون شفتها بالسهرة بنص الليل؟ لا لا أكيد عم تكذب، واحدة بتطلع بنص الليل وبتسهر بالنايت كلوب وأبوها ما بيخليها تطلع من البيت بنهار. الحما أكيد هي محتالة. لا لا يمكن ما تكون محتالة. لك شلون طلعت سهرت؟ بجوز أبوها كان مسافر، ما بعرف. ألو. مرحبا. أهلين حسن، ابن حلال. ليش كنت عم تتذكرين؟ إيه هلأ كنت ببالي. بس هلأ؟ لا مو قصدي، أنت على طول ببالي. طيب حلفي. وحياتك من يوم ما شفتك لهلأ ما رحت من بالي ولا لحظة. تعرفي وأنا هيك صرت عم شوفك بنومي. إيه ما تزودها. وحياتك ما عم زيدها. يعني حاسس انك بتحبني؟ اكثر ما بتتصوري. شفت انك عم تزودها. طيب بشو احلف لك؟ خلص ما تحلف لي، انا مصدقتك. شلون بدي شوفك؟ عن جد انا اشتقت لك. قلت لك حسان ما فيني، بابا كتير صعب، مستحيل اقدر اطلع. الو 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 حسان وين رحت؟ ايه ايه هون ليكني معك. وين شردت؟ ما في شي. لا في شي، احكي لي شو في. شو بدي اقول لك، هلا ابوك كان مسافر شي؟ امتى؟ يعني الفترة الماضية اللي. لا من سنين ما سافر. طيب بينام برات البيت شي؟ لا ابدا. بس ما قلت لي ليش كل هالاسئلة؟ لا لا ما في شي، بس هيك شغلة اجت ببالي وحبيت لك اياها. انا عرفت شو هي الشغلة. شو هي؟ اذا انكتب لي وشفتك بحكي لك شو هي. خلص احكي لي هلأ عم قلك شو هي. انت عم تقول لحالك انه كيف ما فيني اطلع شوفك بنهار وانا اول مرة شفتني فيها كانت بالليل بالنايت كلاب مع رفقاتي، صح؟ بصراحة شو؟ كلامك صح، بس أنا مستغرب كتير. طيب خلص بوعدك شوفك بالليل. بالليل؟ هذا الوقت والطريقة الوحيدة اللي فيني شوفك فيها. والله ما عم بفهم عليك. خلص روح هلأ، بكرة بحكي لك بالتفصيل، خايفة بابا يحس علي. طيب رح سكر، بس كلامك غريب كتير ومحيرني. بدياك تعرف شغلة واحدة، إنه ما في شي عم بعمله ماله شريف. بيجوز الطريقة غلط، بس أنا ما طلعت عن الأخلاق بحياتي. توعدني تصدقني؟ ألو ألو وين رحت؟ ليكني ما رحت معك. توعدني؟ بشو؟ انك تصدقني؟ بوعدك. طيب تصبح على خير، بكره بنحكي. تصبحي على خير. شو صار معك؟ يا سيدي الشباب ساعدوني قد ما بيقدروا، دخيل عينهم مع أحلاهم، بس هذا أمين الصندوق يخرب بيته شلوح لكتيس، تقول بده يعطي المصاري من جيبته؟ الواحد بس يصير أمين صندوق بيحس حاله كان عم بيدفع من جيبته. يا أخي كلهم أنا صديقيك، وإذا ما كانوا كلهم يعني أغلبهم اللي بيلحقوا معك 10,000 بدلة؟ بيلحقوا، المعمل صار جاهز على دوز بارا، وقسم الرجالي أكبر من النسواني. بس بيني وبينك
تعطل على سلفة صغيرة. ما بصدق حسن يطلب سلفة، ما بصدق. والله معك حق يا أبو النضال، بس شو بدي ساوي؟ بعت الورشة وبعت الآلات وبيت اتسيا وبيت دمر، كلهم حطيتهم بالمعمل. منيح هذا صار لك رسمال. مظبوط يا أبو النضال، بس ما عاد ضل سيولة. مين اللي اشترى الورشة؟ يا سيدي اللي اشترى ورشة ست معها مصاري مليانة، قال بدها تفتحها هيك شغلة جديدة. شو بعرفني، ما فهمت عليها. ودفعت لك منيح؟ يعني قد ما بتسوى. وبيني وبينك هي قرصتني، حستني مزنوب. ما تاكل هم المصاري. قديش دفع تقريبا؟ شغلة مليونين بس. بس؟ ايه مو مشكلة. دفتر شيكاتك معك؟ ايه معي، بس انا ما عندي مصاري بالبنك. معلش اعمل شيك هلا باسم صاحبنا، وبكره تاخذ المبلغ وحطه بالبنك، وانا بعد بكره بخليه يسحب الشيك. ايه على عيني. قديش المبلغ؟ انت قديش لازمك؟ مثل ما قلت لك مليونين بس. مو مشكلة، اعمل شيك هلا بمليون ونص، وبكره تاخذ 3 ملايين. تمام؟ تمام. مرني ربط. هلا هاي المنقصة أخذتها باسم الورشة القديمة مو هيك؟ إيه لك، حسبت حسابي لبين ما ترسى علي المنقصة بكون المعمل جاهز. حلو. مرق بكرة المحاسبة وقباض السلفة، وغير لي عنوان العمل هذا من القديم للجديد. بكرة بيلتقى مليون ابن حرام يقول كيف ورشة نسواني عم تشتغل رجالي. مظبوط، بس أنا وقتها عملت هيك مشان السجل الصناعي. فهمان عليك، بس الدنيا مليانة ولادين حرام مو هيك؟ هيك ايه والله، مليانين ولاد حرام. قوم نلعب برتي ونمشي. بأمرك أنا أبو النضال، شرفت. يلا يا ابني الله يرضى عليك، فوت على شغلك وشيك لي على البضاعة. بس خليني لك شغلة. يا ابني شو بدك تقول لي؟ الله يرضى عليك، خلاص طبعا فوت على شغلك. قلت لك بس كلمة معلمي إن شاء الله. لك ابني شو بدك تقول؟ شو بدك تقول؟ خلاص يعني ما مبين اللي عملته؟ ما بدنا نشرحه مرة تانية. لا معلم أنا ما بدي أشرح شيء، بعرف الغلط راكبني من فوق لتحت، بس بدي أقول لك إنه تفضل قول وسيم. بدي أقول لك إنه أم الأولاد والأولاد بعمره ما رح ينسوا لك إياها. أيوه هذا الكلام الصح، أم الأولاد والأولاد هدول المهمين بحياتنا. والله يا معلمي ما بعرف ليش هيك عملت، مشان الله سامحني. لا بتعرف، أنت لحقت الشيطان، ولو كنت مفكر بأم الأولاد والأولاد ما كنت عملت هيك. يعني مسامحني معلم؟ لك يا ابني أنا مسامحك، البني آدم طول عمره بيغلط، بس إذا كرر الغلط ما بيعود بني آدم. لا معلم وعد شرف ما عاد تنعاد. وعد بعرف ما عاد تنعاد، انا بعرف انه ما عاد طيب، لانك قريب اخي ابو محمود. الله يصلحك ويهديك، فوت شوف شغلك يا ابني فوت. يعني مصدقني معلمي؟ معلوم صدقك، بعرفك قبضاي ما بكذب. يا ريت انقطعت ايدي قبل ما اساوي هيك شيء يا معلمي. بعيد الشر، لا تحكي هذا الحكي. والله ما في منك يا معلمي. لا في، كل الناس خير وبركه، مثل ما قلت لك ما في انسان الا وبيغلط. دير بالك يا ابني، حتى نور الله بين عيونك. ايه معلمي انا خلصنا بقى، فوت على شغلك خلصنا، شيك على الاغراض، انا واصل على القهوه باشا. بامرك معلم. بتعرف شو حاسس؟ هذا المشوار رح يكون احلى واظرف من المشاوير اللي مضت. ان شاء الله. شو هيك بدك تبقي قاعده ورا؟ تعالي عادي حدي. مالي غدراني ممغوصة. ايوه شو دخل المغص بالقعدة قدام المورة؟ والله فوتيني بالحيط. انا مالي رايقة، معلش تسكت. ايه مثل ما بدك،
صحي ما قلتي لي بدنا نبقى بس ساعتين ببيروت؟ حاجة ساعتين. أنا عندي اقتراح، شو رأيك نروح نقعد هيك بشي محل ساعتين زمان تروي أعصابك؟ لازم أرجع بكير على الشام، بدي ركب الأربع على المحل، وأنت لازم تكون موجود معي مشان تخدمني. هي روينا ولو، شوف أنا ما والله مو لبالك إنك قد ما أنا كل شي عم أحكي من شانك على فكرة. يسلم شانك إلهي. ألو. مرحبا يا ست الحلوين. أهلين أهلين أبو سلوى، شلونك؟ هذا جبناه ونيمناه عنا هون ويمكنه سوا. يعني قبل هو وأخوه؟ لهلأ ما بعرف، بس وين أنا ما فيني خلي أكتر من اليوم عندي هون، بكرة لازم طالعه. هلأ أنت بتعرفي البير وغطاء، القصة مفبركة فبركة. القول قولك، خلاص عمل بدك يا رح حاول اضغط عليه اليوم، بس إذا ما مشي الحال رح طالعه بكرة من كل بد، وأنت رفعي دعوة الطلاق مثلك مثل كل الناس. ماشي، أنا بكل الأحوال هلأ بطريقي على بيروت وبعد الظهر برجع على الشام. بتجيب لك شي معي؟ لا تقبريني، بدي اياكي تصلي بالسلامة. ومن هون لهون؟ أنت كريمة ونحنا منستاهل. إيه من عيون، أنت تؤمر يا جميل. باي. بتعرف أنا كيف بروق على المزيكا؟ هاتي أشوف، احكيلي شو اللي بده يخليكي تروقي؟ إنك تغنيلي، اسمع صوتك. إيه مو على راسي. إيه هيك ها؟ بيضيها من الأول. شو حابة سمعك؟ هاتي هاتي. سنة 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 سنة. الأول وقف حتى أقعد جنبك هيك مستهج أكثر. وقف وقف. إيه على راسي وعيني. شرفي. قلبي أنا من حبه يانا يا شو أمانة تاخد شهورة ويا ترارارارم آهين يا عمري يا كل عمري سلمت أمري وعني قالت لي كلام والله ما كان على بالي يا هوى والله وما كان هالحلو يا هوا قمري قمري ندل ولا عليك قلبي بيسألني عليك ما أقول بفكر فيك أغني لك شي تاني؟ يوما على يوم يلا يوما على يوم لو طالت الفرقة لنسيت أنا يوم نسيت أنا الرفقة. يلا تكي وجاي. شبك أبو شاهير؟ كأنه ما أنك رايح في شيء؟ لا لا ما في شيء مهم، بس اليوم فلت هيك مزاجي معك. فعلا شو؟ مالك على بعضك فعلا؟ شو القصة أبو شاهير؟ كانوا تأخروا محمود بهي؟ ولا يهمك هلا بيجي، لا تقول غير مك وخذ تفقيس بقى على كيفك. بارح مر عندي المسا هو وابنه على المحل. وضيفتن بوزة ولا ضربت طماش؟ أبو فريد مزابطة معه. التفقيس خلل أبو محمود مو لألك، لأنه أبو محمود تريد مارك، ماركة مسجلة ما حدا بيقلده. يا جماعة ما في أحلى من عادة الزلمة، صار لي 30 سنة بعرفه وبحياتي ما زلت منه. ها ابن حلال عند ذكره ببان. صباح الخير. أهلاً محمود. أهلاً محمود. شوف الجماعة الحلوة. ارتاح ارتاح. سكور الدين محضر القضية. يعني كنتوا بسيرتي ما؟ يا والله استعواناك. والله كان عندي مشوار لعند أخي الصغير، كان بدي منه شغلة. طمني شو صار معك مبارح؟ إن شاء الله راعك جارنا بالبدلة. لا والله أجلتها هلأ. شوف ليش أجلتها؟ ما بتعرفوا لأبو محمود بده خطة خمسية ليشتري. لا سيدي أبو محمود مو هيك، أبو محمود ما بيحكي كلام طالع نازل مثل أغانيك الطالعة نازلة. صحيح
وين هالغنية العظيمة اللي بدك تسمعنا إياها؟ إمتى حتلطق هالجوهرة قدامنا؟ شوي تاني بس هيك ليروق أبو شاهر. يا جماعة ما فيني شي، رقت فقت مزعوج، بس هلأ بشوفتكم رقنا والحمد لله. الحمد لله. أبو محمود، ممكن لو سمحت أحكي معك كلمتين على انفراد؟ هي على راسي، شرف على هالطاولة الفاضية. عزيزكم يا جماعة، في شغل صغير بدي أحكيها معكم. تفضل خذوا راحتكم، الله معكم. شو؟ كأنه نحن ما بنحكى قدامنا شيء، يمكن في شيء بيناتهم بخصنا يا أبو فريد، وين المشكلة يعني؟ إيش على العظيم؟ سمعنا القصيدة الغنائية اللي كتبتها آخر شيء. هلا ليجي أبو لؤي وأبو محمود، خلص. أهلين أم صلاح. أحلى لحمة لأم صلاح، أم صلاح بيعز علينا كثير. يا الله. مرحبا. أهلين وسهلين. أكيد أنت أبو قاسم. بذاته بشحمه وبلحمه، عن إذنك شوي. تفضل يا أختي أم صلاح. سلميلي على أم صلاح. يسلم إيديك. مع السلامة. يعني من كتر ما حكالي عديلي أب تيسير عن لحمتك ونظافتها، شهاني دوق من عندها واشتري من عندها. مور أخي، قديش قطع لك؟ كيلو لحمة مفرومة وكيلين موزات يكونوا على كيفك، وقية دهنة وكيلو كبة. تكرم عينك. لا أحط الأغراض عندك لبنى ما روح ورجع. تكرم عيونك، الله معك. بنانا بنانا وبالعربي موز، بنانا بنانا وبالعربي موز. كيف بقاسي؟ أهلين بحدو، أهلين بجار الرضا. تعال تعال اشرب كاس شاي. لخلص اللحمة اللي بإيدي. ولي سيارة الشرطة. شو بها؟ شو بكم؟ شو في؟ شو صاير؟ خير شو في يا شباب؟ اترك كل شي من إيدك. ليش شو صاير؟ أخي مو صاير شي، اترك كل شي من إيدك ووقف برا، بدنا نفتش المحل وبدنا نسكره. ليش بدك تسكر محل؟ شو في؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير أخي شو القصة؟ لك أخي في عليه إخبارية. شو الإخبارية؟ الأخ عم يبيع لحوم غير صالحة للاستعمال البشري بلوك. أنا عم بيع لحمة غير صالحة للاستخدام البشري؟ إيه كل عمري بيع أنظف وأحسن لحمة بالحارة. بحق رقبتي هي دزي عليك يا أبو قاسي. لك شو دزي علي؟ مين هالابن الحرامي اللي عم يدز علي؟ بعمري ما أزيد حدا. شو هالبلوة هاي؟ تريك الكيس من إيدك، هاد كيس الفواكه تبع زبون. لك شو فواكه مصادر؟ هذا لحمة. لك شو لحمة؟ معناها مو إلي هاد. أيوة مو لك قلت لي. شو عم تسلب علينا؟ هاتوا الحقوني، وانت خذ البضاعة وسكر لي المحل. يلا بلا لعي. هاتوا طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم. لك قلت لك هي دزي عليك، بس هاي كل لك فكرة. هلا بشوف شو بدي ساير، بركي بحكي لك محامي. هلا كمان بلحقك على المخفر. الله لا يوفقه اللي كان اصل السبب. الله لا يوفقه. ما عم يفتح، يمكن القفل فيه مشكلة او المفتاح. طيب جربي مرة ثانية بركي بيفتح. يا ام فايز، صرت مجربة كل المفاتيح، يعني معقول اقفل عن مفتاح الورشة؟ هذا هو. انا برأيي نرجع على بيوتنا، وبس يصير معي شي بخبركم. طيب اتصلي بالاستاذ حسن، بركي بيجي بيفتح لنا الباب. شو رح نستفيد اذا اتصلنا فيه؟ شو رح نستفيد؟ جربي، شو خسرانة يعني؟ أهلا يا أبو نضال، صباح الخيرات. صباح النور. شو فيقتك؟ لا لا فايق وعم بفطر، تعال افطر معي. صحة وعافية على قلبك. جاي على موعد مو هيك؟ ايه لكن 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 ما بطول ان شاء الله، ساعة زمان. طيب خلص كل شغلك وانا ناطرك. ايه ليش لا؟ خلص اتفقنا، مع السلامة. شو بهاي؟
يا جاني فرجني. شو بدك جانيت؟ شو بدك؟ أستاذ حسن، كأنه قفل الورشة منزوق. لا لا، مو منزوق. طب ليش ما عم يفتح؟ لأني غيرته مبارح. ليش ما بعت لي نسخة جديدة؟ بكرة اللي اشتريت الورشة بتعطيكي المفتاح. خلاص؟ بعت الورشة ومشي الحال؟ ايه بعتها وسلمتها لأصحابها واخذت كل اغراضي الشخصية. في إلك كام غلط كمان اخذتهم على المعمل الجديد. على القليلة خبرني بأمارة. شو؟ شو انت شريكتي بالورشة؟ شريكتي لحتى خبري؟ صح مزبوط، كأني تجاوزت حدودي. ما هلا بلا اخذ وعطى كتير. استني مني التليفون، رح تجي سيارة تاخدك على المعمل الجديد. شو بدي اعمل بالمعمل الجديد؟ شو بدك تعملي يعني؟ بدك تشتغلي؟ مو انت المقصدار تبعي؟ والخياطات اللي واقفين هون شو بدي قلن؟ ما بعرف، دبريها بمعرفتك، بعدين انا بشوف امورهم. يا استاذ حسن شلون بدي دبرهم؟ لك ينباعوا بالعزا، شو بيعرفني شو تعملي فيهم؟ قلعيهم، حاكيهم، عملي اللي بدك يا إيش؟ عم عملوها والله عملوها. تحضير سعر جديد ما بتحلى فيه بكل حياتك، على كل شاب بيسافر برات البلد. هذا اذا سافر. واذا ما سافر؟ انت بتخسر المصاري. مو نقول عنك بلشت تفشل، هو بيخسر حياته. كيف يعني بيخسر حياته؟ هي لا شغلتي ولا شغلتك، هي بتتقرر برا. لعمة شو ها؟ شو هالإيد الطايلة هاي؟ لعمة على الوعاء. الله لا يعطيك العافية يا ملحم، يخرب بيتك. شو كان بدي من الشغلة؟ ماكو أنا شو دخلني؟ مثلي مثل غيري. الزلمة اجى لعندي مشان يسافر، ما عادت شفته. شلون شو دخلني؟ فوزي قال لي كمان يمكن يخسر حاله. شو يعني يخسر حاله؟ شو دخلني؟ ما فهمت على فوزي شو بيقصد. اصلا كل هالحكي ما دار بيني وبين فوزي. كان ملحم قاعد معنا. بركي قال ملحم انه صار هالحكي. معقول يشهد على اخوه؟ معقول يشهد علي؟ معقول؟ ليش مو معقول؟ يعني من كتر ما بيحبني. انت كتير غريبة وكتير حكي كمان. رجع عم تحكي هالحكي. انا الموظف قال لي انه هو بعثر عم بيقلع مطر. لك يا كنت انت بدك من ابو عمتك. طب شو حد ليش حد على شغله عمي؟ يلا لعمة يلا دمي. لا تحكيك معنا. لك طولوا بالكم يا جماعة، شباك فردوس. لك يا ماجد يا حبيبي، انا لحالي لحتى الان صرت اكل شي 10 قطار. انقطعت مفتاحك الحالة عادي بقى. شو قصدك؟ قصدي انت خلص بقى، عاجل سلخ من زلمة. لعمة بقلبك وانت بتعصب عبدالي ناظم. لك العجل لله. خلص لك، كل ما شاف شغلة بيحكي على خلص فردوس طول بالك. لك حتى تهمه بهمنا. يلا لك يحتلنا بقى. خلص عم بقول لك اسكت. لك تصور عم قول بنانا بيقول بيعرف يحكي انجليزي. خلص احمي حالك وروح على دكانتك. روح حقك على راسي فردوس. ايه حبيبي ابو لؤي، صرنا حاكيين 100 قصة ولحد هلا ما قلت لي شو هالحديث الخاص اللي بدك تحكي لي اياه. ليش امبارح ما اشتريت البدلة لمحمود؟ يعني انت مالك غريب، الحقيقة طلع حقها غالي وأنا هلأ ماني مستحضر لها المبلغ. قديش لازمك؟ تسلم تسلم يا أبو لؤي، بعرف أنت ما بتقصر، بس بهاليومين تتدبر إن شاء الله. قبل ما أجي على القهوة كنت عند أخي الصغير، في إلي عنده حزبة قديمة يمكن أخذها منه. يمكن أكيد بده يعطيك، إذا ما أعطاك أنا رقبت سدادها. والله بعرف، كتر خيرك. بس انت مانا غريب، يعني حاحكي لك شو صار معي. تفضل. يا سيدي، هذا اخي الصغير ابو خلدون اتدين 200 ألف ليرة
وعطاهم للتاجر صاحبنا يلي بيعطي أرباح عالية، وصار كل شهر يقبض الأرباح ويسدد القسط ويضل معه شوية مصاري. وبتتذكر من فترة الحكومة قبضت على هذا التاجر وصادرت أمواله، وهيك راحت على أخي المصاري.